حالي كان في الاستاد وافتكروه ان انت وافتكروه ان انا برج العرب. وهو قال لهم كان لا كان خلاص الناس اقتنعت ان هو حسين. ايوه في ماتش كان في استاد السلام. فقال له كابتن حسين اتفضل وبتاع. راح هو قال لك خلاص كابتن حسين راح دخل ودخلوه المدرج وبتاع الدنيا تمام. مره واحده حسين في الملعب فبصوا له طبعا. على فكره احنا معانا ازاي يا جماعه. بس فهي بتحصل كتير يعني المواقف ديت يعني ما بيننا على طول. طيب احنا معانا كابتن حسين الشحات على التليفون. الو 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 كابتن حسين. كابتن حسين انت بتعمل فخوك كده ليه؟ عامل ايه بيه؟ انت بعت لنا محمد؟ بعت لنا محمد ليه؟ الو ازيك يا محمد؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله كابتن يعني ربنا يخليك يا رب. كله بخير؟ الحمد لله بخير والله كابتن. طبعا يعني حسين وذكرياتك معاه ذكريات جميله جدا، بس عايز اعرف احساسك بقى دلوقتي بعد مشوار طويل جدا جدا قطعه حسين وانت رفيق يعني زي ما بيقول كنت بتروحوا تناموا في العربيه لغايه الماتشات ما بتبدا. شعورك ايه دلوقتي وحسين ما شاء الله في احد يعني كبار الانديه على المستوى الافريقي وان شاء الله يكون موجود في منتخب مصر وباذن الله ياخد البطوله الدوري وبطوله افريقيا، بعد كل المشوار الطويل ده تقول ايه لحسين؟ والله جد الحمد لله انا مبسوط ان طبعا حسين حقق احسن يعني اكبر حلم في حياته ان هو كان يجي النادي الاهلي. حتى كانت في ناس كتير دايما تقعد تقول لي يا ابني اخوك مش هيروح، خليه يروح الزمالك، خليه يروح الزمالك. اقول له لا ان شاء الله يجي عليهم ويروح الاهلي باذن الله. والله يروح من الاهلي. طبعا انا عايز اقول لك يا كابتن يعني احساس ما يتوصفش. وازاي كمان اليوم اللي حسين مضى في النادي الاهلي ده كان يوم غير عادي والله. يعني حتى اليوم اللي رايحين كده اول تمرين لحسين ما نمناش من الفرحه. يعني ضغوط كانت ضغوط كبيره قوي ان هو كمان يمضي لنادي الزمالك. طبعا بعيد عن باحترام طبعا نادي الزمالك، نادي الزمالك نادي كبير طبعا. يعني لا هي مش ناس من نادي الزمالك، كان في وكلاء كتير محبي نادي الزمالك، وكلاء وناس كتير يعني كانت بعيد طبعا عن نادي الزمالك طبعا. كان في ناس تقول لك لا خلاص بقى وكلاء مثلا كان يكلموا يقول لك لا الاهلي مش عايزك حسين فروح الزمالك خلاص. يا جماعه طب مع احترام نادي الزمالك طبعا يعني فانا بقول لهم يا جماعه مع احترام نادي الزمالك نادي كبير بس انا حلمي ان شاء الله انا عارف انا هوصل للحلم ان شاء الله. بس فكنت بريح طبعا ناس كتير لا خلاص انا ماشي في طريقي خلاص انا مكمل كده ما عنديش اي مشكله. انت بس انت ما بتلعبش بس الحقيقه كابتن، انت كمان يعني معشوق لجمهور النادي الاهلي وانت اكيد حاسس بده طبعاً ومحمد طبعاً كمان طبعاً. يعني انت محمد اكيد يعني بتحس بده، بس لما بيحطك في المواقف دي انت بتتصرف ازاي؟ ما قلتلناش. اقعد اقول يا ابني اتصور يا ابني الناس بتصدق يا ابني الراجل يا ابني اتصور مع الناس اتصور مع انا لو منك اعيش اللحظه يعني عادي يعني هو بيعيش فعلا بس هم الناس كمان بتقتنع عادي مفيش مشكله الناس بتقتنع عادي مفيش اي مشكله اللي هو خلاص انت حسين خلاص ماشي حسين مفيش مشكله. ربنا يا رب يخليك يعني يبارك لكم في بعض يعني يبارك فيكم انتوا اللي بتتكلموا فوقني فانا ربنا يا رب يخليكم لبعض. محمد وانا يعني حسيت من كلامه ان انتوا فعلا اخوات قريبين قوي من بعض واصحاب كمان فربنا يخليكم يا رب ويخلي يعني والدتكم اللي ربت الناس دي. الحمد لله. ميرسي يا محمد. شكرا ليك يا محمد. حسين تعالى بقى نخش شويه في الفنيات.